لا 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 غناخذك غناخذك دابا شويه غناخذ. الو السلام عليكم. الو الو مرحبا سيدي الكريم. مساء النور. مساء الخير سيدي، شكون معاه؟ معك عبد الجليل من مراكش. سيدي عبد الجليل كيف الحال؟ كي داير الناس مراكش؟ الله يخلي لك الصحة، كي دايرين نتوما؟ الحمد لله. كيكون دابا البرد وقيلة في مراكش؟ ايه كاين البرد يا اخي. لا خليت السم انايا البارح، كان البرد واحد ديال التلج. كان البرد بزاف. دغيا ولينا كنلبسوا الطواقي من البارح اليوم. الطواقي والليكات وكل شيء تكبط مع راسك. كاع كل شيء. تفضل السي عبد الجليل الله يحفظ، تفضل. الو كنحييك سي ماء العيني. اييه مرحبا. وكنحيي سي احمد الوعدودي وسي محمد الغالي. وانا كنحيي سي احمد الوعدودي ديما واحد الكلمه راه الخير في المصالحه. اي فوالا. راه ممتازه هذه الكلمه حقيقه، راه خص الانسان يقبضا كنبدا في الحياه ديالو. صحيح. وراه ما شوف السي عبد الجليل. نعم. في القران ياك الله فعارف كل شيء. نعم. وفي الاخر كيقول لك وان تصبروا فذلك خير لكم. لا تماما. فان تصبروا شنو الصبر؟ يعني اجرين. الصبر هي المصالحه. تماما السي العديد. الله يخلي لك صحتك على هذه الكلمه وعلى هذه النصيحه. الحمد لله. لان كنا كنديو بها والله لو يمكن نقول عدل الناس للصراحة القاضي. اها صح. وماشي القاضي غيستراح. كلشي غيستراح. هذاك اللي غيداوي غيستراح من القاضي. خدام خدمته. ايوا لا اله الا جينا ما تجيش. مرحبا مرحبا سي عبد الجليل، شكرا جزيلا لك. يعني بغيت نسول في الاستاذ ديالنا الفاضل. أيه؟ تفضل. اني حفظت واحد الدار في هذا الصيف. اييه شنو شنو حفظ واحد الدار في الصيف. أيه؟ وشديت الملكيه ومن بعد فكرت نشد هذاك الكناش. من بعد ديبليكاتا ديبليكاتا وخاف هاد الناس لا ما كاينش تشدو بكذا. هذاك تيكو سميتو نظير الرسم العقاري. نظير الرسم العقاري. مرحبا. ملي شديتو سير وعدودي انا كنشوف واحد بغيت نسيني انني اتصلت به. اييه كنشوف غير في واحد الورقه جانبيه يعني واحد العباره ان قابل للمراجعه. انا ما فهمتش وكما كتقول ديما الخير في المصالحه ما بغيتش نزيد نبدا كنسول. يعني سكتت وسنيت وشديت الدفتر وزدت في حالي ما فهمتش. هذه قابل للمراجعه وشكرا. شنو فين قابل للمراجعه؟ فين كاينه؟ لا قلت لك غير في واحد الورقه جانبيه فاش سنيت عند ذاك الموظف باش يعطيني الكناش. ماشي في الكناش ماشي في شي حاجه. غير في واحد الورقه جانبيه. ايوا اقرا اقرا ما قبل من قابل للمراجعه. اقرا داك الشيء اللي قبل منه. هادشي قابل للمراجعه. واش قريتي الورقه قبل ما تسيني؟ ما تقولش غير قابل. اقرا داك الشيء اللي قبل قابل للمراجعه. ما قريتش انا قلت لك. ايوا سي عبد الجليل بهذاك اللي قال ويل للمصلين. ما بغيتش نتكلم باش كثر. شوف قال ويل للمصلين وسكت. لا لا ما قالش سي حمد الجليل. انا شفت غير قابل للمراجعه وقال لي الموظف عافاك سيني الكناش ديالك. لا هي اي حاجه الحاج. نعم. قابله للمراجعه. الى ذاك الرسم العقاري بان لك فيه شي تاريخ زياد غلط ولا شي اسم ولا شي حرف ناقص ولا شي مساحه ماشي هي هذيك ولا شي عنوان خاصك تتصل بسيد المحافظ ودير ليه طلب وتقول ليه كنطلبوا من سيد المحافظ باش يعمل على ادراج هذا واصلاح هذا الخطا برسم عقاري. عاد شنو الخطا؟ اما في تاريخ زياد اما في العنوان اما في المساحه اما في الهويه ديالتك اما لا كتنصفي غلطه باش ما تبقاش تجي واحد القيته تبغي تبيع وتدرك وعيبداو يدو يجيبو فيك فوت تقضي غلطك واحد يومين تولي خصك واحد شهرين باش تطلع الحاله المدنيه ديالك ولا الهويه ولا لا كارت نصفي غلط. اذا دابا الا كانت شي حاجه راجع وصلح. شكرا جزيلا لك سي عبد الجليل من مراكش. ناخذ